السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتكميل المحاضرة الماضية، وصلنا احنا اخذنا يعني عند التشيك بوكس والبوتوم، وراح نكمل اللي هو الايمج والفيكتور اسيست والبوتون شيب. في البداية يعني انا احط لكم اكثر من موقع، عفوا حطيت لكم اكثر من موقع بيعطيكم اللي هو فيكتورز مجانية، فيكتور وايقونات وايمج مجانيات. فزي ما انتم شايفين قدامكم في هاي الموقع اللي هو الفلات ايكون، في موقع اللي هو الايكونز نفسه، في موقع الماتيريال ديزاين. هدول اكثر مواقع بتقدروا يعني منهم تحصلوا على ايقونات لشغلكم. ف زي ما انتم شايفين في بتلاقوا باكيجات كاملة مجانيات، بتكون خلينا نشوف هذه مثلا، وهي هذه تمام. تمام، فزي ما انتم شايفين بتلاقوا في ايقونات كاملة مجانية، تقدر تنزلوا هذه الايقونات وتتعاملوا معها. من أشهر المواقع اللي بستخدمها أنا صراحة بستخدم موقع فلات آيكون، في عناصر كتير زي ما بدك بشكل مجاني. أما بالنسبة لمواقع بتعطيك صور مجانية، فممكن نحكي عن موقع اللي هو الفري فيكتورز اللي هو، أو الفري بايك اللي هو موقع بديك الكتير صور مجانيات وعناصر مجانيات. كل اللي عليك فقط تبحث عن الشغلات اللي بدك اياها، تعطيك سواء ايمج او حتى بتديك فيكتورز فوتو اللي بدك اياها، فيها شغلات كتير كتير كويسة. في البداية خلينا نحكي عن موضوع الفيكتور اسيست، يعني بمعنى انا لو اليوم بدي ارفق صورة للعناصر هدول زي ما حكينا، او خلينا نحكي لو انا اليوم عندي تكست فيو اكشن بار سايز، وحبيت احط له اللي هو حبيت احط له التكست، خلينا تكست واحد، وحبيت احط له فيو بطريقة العادية. زي ما بنعرف اول شغلة بدي اجي على الموقع ابحث عن الايكون اللي بدي اياها، مثلا خلينا نحكي تكست مسج او تكست عادي، فشفت انه بدي الصورة هاي راح اضغط عليها. هنا طبعا بحكي لك اذا بدك تعمل اديت للالوان او لا. فاذا بدك تعمل اديت للالوان بدك تسجل في الموقع عن طريق مثلا فيس مسنجر، اي حاجة بدك اياها. راح اعمل لها، في عندي نوعين للتنزيل اللي هو البي ان جي والاس اف جي. طبعا في الاندرويد دائما لو كنت قادر استخدم جميع الصور اللي بقدر استخدمها بشكل اس اف جي بيكون افضل اشي بسويه. ليش؟ لانه الاس اف جي افضل امتداد لتعدد الشاشات. فانا لو عندي الصورة اس اف جي لو صغرتها او كبرتها زي ما احنا شايفين الجودة تبعتها بتضلها زي ما هي، بعكس البي ان جي لو كبرتها او صغرتها فالجودة تبعتها يعني بتتأثر. فدايما دايما افضل الاستخدام قد ما تقدر، اذا لقيت صور اس اف جي استخدم الصورة الاس اف جي. عشان نرفق الصورة راح نيجي ل اللي هو المجلد تبعنا تبع الباكج، اعمل نيو ونيو فيكتور اسيست. في عنا نوعين من الفيكتور اسيست اللي هو عن طريق اللي هو يعني الارفاق بشكل عادي، او طريق ابحث فيه اللي هو مجموعة العناصر اللي بتوفرها جوجل او بوفرها اندرويد ستوديو. فاذا بحثنا راح نلاقي انه في عندي مجموعة كبيرة من العناصر هدول اللي بقدر استخدمهم بشكل طبيعي. طبعا احنا في هذه الحالة لو بدنا نستخدم مثلا، خلينا نستخدم هذا اللي هو 4K. طبعا احكي اوكي، ممكن اغير اللون من هنا، ممكن اغير اللون بطريقة تانية خلينا نحكي عنها الحين. وممكن انا بديها الحجم اللي هو مثلا 25 dB في 25 dB، وهنا بستخدمها في حالة انه كان التطبيق بدعم تعدد اللغات.
بمعنى أنه لو هذه الصورة بالعربي فراح تختلف عنها بالإنجليزي. موضوع مؤثر كتير في مواضيع زي الأسهم، مش مؤثر في مواضيع الصور، مؤثر في المواضيع زي الأسهم. مثلا لو أنا في موجود عندي تطبيق بالعربي وبالإنجليزي، فبوضع الإنجليزي راح يكون السهم موجه للشمال، في وضع العربي لو فعلت الخيار تبع الـ Enable Auto Mirror راح يوجهها لليمين، فراح يصير السهم تقريبا زي هيك. خلينا ناخد صورة تانية، بس الصورة هاي راح نسوي خيارها شوية الحين. ودنا اللي هو هاي الاسم تبعه، خلينا نجيبه، خلينا نيكست فينيش. طبعا ممكن استخدمها عن طريق عدة طرق. احكي له مثلا زي ما حكينا الـ Start Drawable، Start Drawable IC اللي هو 4K مثلا، فصار زي ما احنا شايفين قدامنا. طبعا ممكن اغير اللون عن طريق عدة طرق، عفوا كومباكت صارت، فممكن اعدد اغير اللون، فممكن اغير اللون عن طريق عدة طرق. الطريقة الاولى اني اجي لملف الـ XML تبعي نفسه واغير اللون. فأنا شايف إنه مع الفيت كلر اللي هو الأبيض، راح ألاقي إنه معمول له تنت بلون أسود. فأنا لو شلت التنت هذا عملت له لون من عندي، راح يتغير تلقائيا في اللي هو المكان هذا. تمام. طريقة تانية، لو أنا مستخدم الإيمج فيو، لو أنا عندي إيمج فيو مثلا، خلينا نقول الماتش راب والسي ار سي تبعها اللي هو الاي سي البيز لاين 24 4K، ف هو هذا الشكل تبعي. فانا لو عملت له بدي اغير اللون، ممكن استخدم اللي هو الاتريبيوت اللي اسمها التنت، واستخدم اللون اللي بدي اياه زي ما هو ظاهر قدامنا. طبعا بدل الاندرويد حتصير اب. تمام. هذا هو بالنسبة للفيكتور اسيست او استخدام الفيكتور في اللي هو التطبيق. الحين الطريقة الثانية انه اللي هي الايمج اسيست، اني استخدم صور في التطبيق تبعي. فاساس ثواني خليني اشيل، فعشان استخدم صور لو انا اعتبرت انه في عندي، عفوا لو اعتبرت انه هذه الايمج فيو اللي عندي لغيت التكست فيو هذا، واعتبرت الايمج فيو هذا تبع الحجم تبعها 100 dB مثلا، بدي اضيف لها صورة. فكيف بدي اضيف لها صورة؟ خلينا اديها حجم مثلا مربع 100 dB في 100 dB، وخلينا نجيبها في السنتر في اللي اوت جرافيتي سنتر. فعشان اضيف لها صورة في طريقتين. الطريقة الاولى اني اجي اعمل اجي مجلد الدروبل تبعي واجيب الصورة اللي بدي اياها، فقط الصقها للمكان اللي انا بدي اياه. سواء بس خليني لو اجينا هنا، خلينا ناخد الصورة هذه، طبعا لو جيت اخذت الصورة هذه راح اعمل لها بطريقة بسيطة كوبي، اعمل لها لصق في اللي هو مجلد الدروبل ولصق. طبعا اذا ما صارت الامور زي هيك وما زبط معي، ما ظهر معي شيء، راح اعمل اللي هو الاوبن اوبن ان فايل او شاو ان فايل، وراح ارجع راح يجيبني على ملف اللي هو الدروب ال 24. ملف الدروب ال 24 بنحتاج نحط فيه اي شيء، الا اذا انا كنت بتعامل مع اندرويد فيرجن اصدار 24 او اقل اصدار اللي هو 24 او اكثر. زي ما شفتوا رجعت انا لمجلد الريسورس ورحت على مجلد الدروبل ولصقت العنصر اللي بدي اياه، فراح تلقائيا الاقيه ظاهر هنا. فانا لو هلقيت حب بدي احط صورة على الايمج فيو تبعي، فراح احكي له اللي هو CRC دروبل دوت نيف نيف. طبعا في عندي هذا التنت كلر ممكن اشيله. طبعا في عندي عدة أمور أو خصائص ممكن أستخدمها. مثلا السنتر تايب، لو أضعف السنتر زي ما هو أنتوا شايفين
كبر الحجم بشكل كبير بحيث صار فقط ظهر جزء معين في مثلا السنتر انسايد، بحيث بيقلل بخلي دائما هذا العنصر بما يتناسب مع اللي هو حجم الامج فيو في السنتر كروب. السنتر كروب بكبرها بحيث انه يقصها، مثلا بقول لك انا خليها دمج عشان يكون الامور واضحة. فانا لو عملت سنتر انسايد راح الاقي انه صار حجم التطبيق هو فقط او حجم الصورة فقط في المنتصف. لو عملت سنتر كروب راح يكبرها بحيث انها تصير على يعني مغطي جميع الحيز تبع الامج فيو. وفي الفيت سنتر اللي هو نفس السنتر كروب تقريبا راح يخلي الصورة متوافقة أو جميع تفاصيل الصورة تظهر. طبعا راح يكون الأطراف فيه شوية بياض، يعني لو أنا جبت صورة تانية بحيث الأمور تكون واضحة أفضل. خلينا نجيب لكم صورة تانية، بس لو جبنا الصورة هذه خليني بس أغير الاسم. طبعا اسم الإيمج لازم يكون سمول لتر، عفوا اسم الإيمج لازم يكون سمول لتر، ما لازم يكون فيه أو بيبدأ بأرقام. هذه الأمور أكيد كنا بنعرفها. لو جيت عملت كوبي عملت هنا باست، تأكد إنه دايما أنت بتحط الملفات في الدرابل مش الدرابل 24، اسمها إيمج تمام. فأنا لو حطيت الآن الإيمج تبعتي، فزي ما انتم شايفين انا حطيت الايمج حكيت له فيت سنتر او سنتر كروب، صار زي عبت حجم الصورة او عبت المحيط تبع الصورة وتوافقت مع سنتر انسايد، فهو فقط حيحط الصورة في المنتصف بدون ما يلعب في ابعادها. هذا هو الايمج فيو. فهيك بكون حكينا عن موضوع اللي هو الايمج اسيست و او الفيكتور اسيست، وشوية في موضوع اللي هو الإيمج أسيست. ممكن أو في الإيمج بشكل عام، الإيمج ريسورس مش الإيمج أسيست. الإيمج أسيست اللي هي لو أنا بدي أختار، لو بدي أختار أيقونة للتطبيق مثلا، لو جيت هنا قلت أب اللوجو، بدي أجيب أحط لوجو للتطبيق تبعي. فإذا أنتم شايفين اللوجو اللي هنا، هاي لوجو التطبيق، راح الاقي لوجو التطبيق اللي هو هيو لوجو التطبيق زي ما انتم شايفين. فاذا بدي اغير اللوجو هذا، فبدي اجيب انا لوجو مثلا، خلينا نجيب اشي يكون زي هيك، بدنا اشي بي ان جي بحيث انه ما يبينش الخلفية تبعته. نجيب لوجو بي ان جي بحيث ما، خلينا ناخذ هذا مش بي ان جي برضو، هذا بي ان جي. فهي عملت سيف وهي الديسكتوب ولاب لوجو، هاي سيف. عشان احط الايقونة بدي اجي على نيو واجي على الايمج اسيست. طبعا راح اجي اختار اللي هو الفور جراوند اللاير، واختار اللي هو الصورة تبعتي. مثلا انا موجود الصورة تبعتي في موجودة في الهوم في الديسكتوب، موجودة الاب لوجو. فصارت زي ما انتم شايفين قدامنا. هل الحين طلع هنا بدك تقص حجم الصورة ولا لا؟ اذا بدك تقصها بتحكي له يس او نو. طبعا ركز انه فوق بيظهر لك شكل شكل الأيقونة تبعتك كيف حتكون في الأشكال المختلفة. طبعا أنت ممكن تغير بحيث إنه يصير كلها ظاهرة زي ما إحنا عاملين. خلينا أوضحها تمام. هحط next. طبعا ممكن نشيل الخلفية الخضراء، لو نجينا للـ background layer ممكن نشيل الخلفية الخضراء. في اوبشن خلينا على الامور هاي وبس. لو عملت نيكست فينيش ورجعت شغلت التطبيق، راح الاقي انه الايمج تبعتي او الايكون تبعتي الايمج تبعتي تغيرت زي ما حتشوفها حاليا.
لما جيت هنا راح أشوف إنها تغيرت. هل قلت بالنسبة لمين؟ هذا بالنسبة لموضوع اللي هو الايكون. اما بالنسبة للي هو مواضيع تاني في الامج اسيست، في عنا اذا طلعنا فوق راح نلاقي في عدة شغلات، في الايكون لانشر او اللانشر ايكون للادفكتيف والليجاسي. طبعا هنختار دائما هنختار الخيار الاول، الخيار الثاني هو خيار قديم شوي فمش راح نحتاجه. في راح نختار تبع الاكشن بار، لا برضو مش راح نحتاج. بهمنا ان النوتيفيكيشن ايكون، النوتيفيكيشن ايكون اللي هو اللي بيظهر في التطبيق فوق، زي مثلا زي الاس دي كارد، زي تبعت الاس دي كارد هذه اللي اسمها النوتيفيكيشن ايكون. طبعا بنختار النوتيفيكيشن ايكون زي ما بدنا، ممكن نختار من عن طريق فيكتور اسيست، ممكن عن طريق ايميج. فلو انا اخترت ناب على سبيل المثال، فهيكون شكل اللي هو الايكون اللي بتظهر فوق زي ما احنا شايفين قدامنا، زي هذا الشكل هيكون بنفس الفكرة. لو عملت نيكست وفينيش هيك بكون عملت اللي هو الايكون تبعت التطبيق اللي هي هذه، وعملت الايكون اللي المفترض راح تظهر فوق في الستيتس بار. هذا بالنسبة له اللي هو الفيكتور اسيست و الايمج اسيست. الان خلينا نحكي عن موضوع الدروبل. موضوع الدروبل، عفوا، موضوع الدروبل اللي هو انا لو زي ما حكيت في البداية في الفيديو السابق، انه لو انا بدي اخلي في شكل جمالي للايمج فيو هاي، بحيث انه اقدر مثلا ما افقدش، لو طلعت هنا راح الاقي انه السهم تبع اللي بدل على انه هذا سبينر راح، وشكلها مش كتير حلو. فكيف بدي اعمل لها شكل جمالي؟ عن طريق حاجة اسمها شيب. فعشان اعمل شيب بدي اروح لمجلد الريسورس، طبعا جوا الريسورس في الدروبل، واعمل نيو والدروبل ريسورس فايل. طبعا هسميه اللي بدي اياه، مثلا بدي اسميه السبانر، سبانر شيب. طبعا دايما حاول يكون الاسم مطابق للاشي اللي انت بدك اياه. راح الاقي جايب لي اللي هو تاج اسمه سيلكتور، راح اغيرها لتصير شيب. الشيب تبع اللي بدي اياه مثلا ريكتانجل. والان بدي اخذ اللون تبعه، بدي احط اللون تبعه مثلا سوليد. الكلر بدي اياه خلينا نقول ابيض على سبيل المثال، او خلينا رمادي، في شوي بياض على رمادي. تمام، لو اجيت انا هنا للسبانر وعملت له الباك جراوند تبعك اللي هو السبانر السبانر شيب، فراح يصير الشيب اللي احنا اخترناه. لو بدنا نعمل له الكورنر بحيث انه يكون دائرة من الجنب، فقلنا اللي هو كورنر، فالريديوس اللي هو 8 مثلا دي بي، فراح الاقي انه في صار كورنر في الجناب زي ما احنا شايفين. طبعا ممكن نختار كورنر من مكان معين، بس مثلا نقول له الكورنر التوب ليفت ريديس مثلا، خلينا نقول عشان تكون واضحة 25 dB. فبلاقي انه فقط الجزء هذا او الجنب هذه الحافة هذه هي اللي صار فيها كورنر. ممكن اقول له ليفت برضو 25 dB، فبلاقي انه الجنب اللي تحت اللي هو اللي صار فيه كورنر. طبعا انا محتاج اعمل كورنر لكلهم، كورنر راديوس، عفوا راديوس خلينا نقول 10 dB، وهسكر التاج، وخلينا نسكر هدول، سكر التاج وارجع على المين اكتيفيتي، راح الاقيها اخذت الشكل هذا. طبعا لو انا بدي اعمل لها مثلا لون متدرج، راح احكي لها الجراديانت مثلا الستارت كلر خليه هو اللون هذا مثلا، عفوا الستارت كلر اللي هو اللون هذا، والاند كلر مثلا اللي هو اللون الاسود، او خلينا ندي لون تاني خلينا مثلا ازرق. فلو جيت هنا راح الاقي صار الجراديانت زي ما احنا شايفين، في زي تقريبا تدرج لوني. طبعا جاي من فوق لتحت، لو بدي اغير بدي اغير الزاوية، فبدي احكي له الانجل تبعتك هي سالب 90 درجة، عفوا سالب 90،
فلو طلعت هنا راح ألاقيه زي ما هو، لا حيصير 90. تمام، فبتغير التدرج اللوني. لا ممكن أحكي له إنه هو 180 مثلا، فراح ألاقيه أجا من الجنب للجهة التانية. طبعا أيضا في شغلات مثل الستروك. الستروك اللي هو الإطار تبعه، لو الكلر كان بدخل الكلر مثلا أسود أو أسود، عفوا الويت تبع الستار بيكون 1 dB. هذا لو كان في عندي الستروك، زي ما انتم شايفين صار في ستروك عندي لونه أسود حوالين اللي هو السبانة بتاعتي. طبعا لو كانت بدي أخليها عبارة عن هاش أو شرطات متقطعة، فبحكي له داش ويث مثلا 5 dB، والمسافة اللي بينهم أو عرض الداش الواحدة 5 dB، والمسافة اللي بينهم الداش جاب خليه مثلا 2 dB. لو جيت طلعت هنا راح ألاقيها تحولت زي ما احنا شايفين، الداش ويث عفوا الداش ويث اللي هي هذه اللي هي 5 dB، والمسافة بينهم 2 dB. تمام، طبعا احنا لو مستخدمينها عشان نديها شكل جمالي راح الاقي انه نفس الفكرة، يعني انه صح صار في عندي شكل مثلا جمالي، لكن ما فيش دلالة على انه هذا سبينر ضايع. فباختصار راح الغي اللي هو الشيب اللي انا عملته، راح اعمل مثلا constraint layout اقول له match rep، وراح اعمل اللي هو view match، والحجم تبعه نفس حجم اللي هو نفس حجم السبانر تبعي. راح احكي له هذا الفيو دي توب للتوب اوف بيرنت، والباك جراوند خليه للسبانر باك جراوند. فصار عندي اللي هو الشكل اللي هو حيكون قدامكم. راح اجي هنا راح اقول له سبانر، فبصير الشكل زي ما انتم شايفين قدامنا. مش عارف ايش صار، جبت توب اوف بيرن. طبعا لو انا شغلت في صار مشكلة في الفيو على الاغلب. عفوا فيو ماتش اكشن بار سايز، والباك جراوند زي ما حكينا اللي هو السبانر شيب، وسكر هذا، والتوب التوب اوف بيرن. فصار هو عبارة عن سبانر تحتيه شيب، فصار الشكل زي ما احنا شايفين قدامنا بدل على السبانر، وبنفس الوقت حفظت على شكل السبانر العادي. هذا بالنسبة اللي هو لموضوع اللي هو الشيب. باختصار طبعا الشيب ممكن نسوي فيه كتير شغلات، مثلا زي اللي هو خلينا نشوف ايش في خصائص تانية في الشيب. مثلا قلنا البادنج مش موضوعنا، السوليد اللي هو تغيير اللون، الجرادينت والستروك حكينا عنهم. نفس الفكرة، يعني لو خلينا نعمل مثلا شيب للتشيك بوكسين، لو قلنا نعمل كمان شيب تاني نيو دروبل اللي هو تشيك تشيك بوكس شيب. لو هنا بدنا ندي اللي هو شيب، حيكون الشيب تبعه شيب ريكتانجل. طبعا ممكن نعمل الشيب مش ريكتانجل بس، في عنا اكتر من شغلات، في عنا الدائري، في عنا الرينج، في عنا اكتر من شغلات. خلينا نحكي له كمان مرة مربع، السولت تبعه او اللون تبعه اللي هو الكلر، خلينا ندي لون في شوية بياض، والكورنر مثلا كورنر من الريديس، بدي اعمل الريديس من التوب ليفت ريديس مثلا 20 dB، وبدي اعمل البوتون رايت ريديس، بس البوتون رايت ريديس كمان 20 dB. لو جيت هنا على التشيك بوكس وقلت له الباك جراوند تبعتي التشيك بوكس
تمام، فطلعوا الشكل كيف طلع معي. ممكن طبعا عندي انا لاي مكان بدي اياه، خلينا نيجي على البوتن جروب او الراديو جروب، لو اديتها شكل راح يكون الشكل زي ما هو ظاهر قدامنا. لو عملت مارجن للتوب عشان يبين اكثر، تمام. زي ما هو ظاهر قدامنا. الحلو في التشيك بوكس انه التشيك بوكس هي اصلا تتعامل مع العناصر كانها اللينير بلينير لي اوت في وضع اللي هو الفيرتيكال. فممكن احط وصف في جوا الراديو جروب بحيث يوضح ايش الراديو جروب هذا. انا قلت تكست ما والتكست تبعته select one item، فراح الاقي الشكل يعني زي ما هو ظاهر. عفوا، راح الاقي الشكل ظهر قدامكم. طبعا ممكن اعمل لها بادنج بحيث انه العناصر تدخل لجوا. بادنج خلينا نقول بادنج هوريزونتال مثلا 15 dB، وبادنج فيرتيكال مثلا 8 dB، بحيث انه العناصر تكون لجوا مرتبة بشكل افضل زي ما هو ظاهر قدامكم. هذا كل شيء يعني في مواضيع اليوم. اذا في شغلة نسيناها زي ما حكينا اللي هو الشيب بتديني جماليات للعناصر تبعتي. ممكن طبعا اختار ابدع في اللي هو عمل الشيب، مش شرط اعمل يعني مش شرط اعمل شيب بالشكل هذا، لكن ممكن زي ما احنا شايفين عملنا شيب في على شكل محدد وممكن على شكل اخر. المواضيع هاي كلها يعني بتعود للديزاين نفسه كيف بيجي. هذا يعني كل اشي لمحاضرات اليوم، المحاضرات او عفوا محاضرات الاسبوع هذا. المحاضرة حكينا فيها عن بقية عناصر الفيو في الاندرويد. المحاضرة الجاية راح نحكي عن اللي هو حنبدأ في برمجيا، حنحكي عن الانتنت وانواع الانتنت اللي هي الامبليكيتد والاكسبليكيتد تمبلت. راح نحكي عن الانتنت فلتر والاكشن. راح نحكي عن الداتا ترانسفير أو with bundle أو هي bundle مش ال bundle extra اللي هي عبارة عن serializable والparcelable، نوع من أنواع serializable والparcelable. وراح نحكي عن ال transfer object view intent اللي هو عبارة عن تمرير ال object في من خلال ال intent. هذا كل شيء لمحاضرة اليوم، لمحاضرات الأسبوع هذا. راح نحكي، راح أرفق لكم الملف اللي اشتغلنا عليه بحيث إنه لو حاب يطلع عليهم. وراح نرفق فيديو عملي، راح نعمل مع بعض برنامج آلة حاسبة، وراح أرفق لكم فيديو عملي له إن شاء الله. هذا كل شيء، وأشوفكم على خير في المحاضرة القادمة. السلام عليكم.